يأتي عمر رضي الله عنه، عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم محدثون، يعني لا ينزل عليهم وحي، لكن يأتيهم أشياء يحدثون بها، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: هي ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، يعني لا يمر مع الطريق يضايقك في الطريق السر اللي تسير فيه. النبي قال لعمر: هي ابن الخطاب إن الشيطان لا يهابك. دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نساء قد رفعنا أصواتهن، ولما سمعنا بصوت عمر التزم الحجاب، وكانت هيبته رضي الله عنها قبل نزول الحجاب في نفوسهم، فضحك ودخل والنبي يضحك. قال: ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ أضحك الله وسنك. قال: هؤلاء النساء كذا لها. قال يا عمر: يا عدوات أنفسكن تهبنني ولا تهبن رسول الله، لكنهن نساء العرب جيدات. قالت إحداهن: أنت أفض وأغلظ يا عمر. لكن النبي رد عليه قال: إن الشيطان لا يخافك. إلى غير ذلك في قصة المرأة التي نذرت أنا تضرب الدف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجع. قال لها: إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا. فضربت الدف فدخل عليه من دخل من الصحابة، منهم أبو بكر ومنهم عثمان، فلما سمعت بعمر يدخل أخذت الدف وضعته تحتها وجلست عليه، فجعل النبي يضحك صلوات الله وسلامه عليه. فسأله عمر قال: إن الشيطان لا يهابك يا عمر، وأخبره بالقصة. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم كان كثيرا ما يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، جلس أنا وأبو بكر وعمر. ولذلك لما جاء علي يصلي على عمر رضي الله عنهما أثنى على عمر وقال: والله ما خلفت بعدك أحدا أحب أن ألقى عمله بمثلك مثلك، وإني لأرجو أن يجمعك الله برسول الله وأخي صاحبه. فكثيرا ما كنت أسمع النبي يقول: جلست أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، فعلت أنا وأبو بكر وعمر. فعمر رضي الله عنه، وفي قصة الجبل النبي صعد على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فارتج الجبل، فما كان من النبي إلا أن رفسه برجله وقال: أثبت أحد، ما عندك أو ما فوقك إلا نبي وصديق وشهيدان. لا شك أن الجبل سكن، فشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بأنه صديق ولعمر بأنه شهيد، والشهداء عند ربهم مرزقون. هذه من الأشياء التي أثنى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على عمر.